برضو يا جماعة، قبل ما ابتدي معاكم مقاييس التشتت، قلت ان انا برضو نعرض برضو بعض الافكار زي الامثلة اللي احنا حليناها مع بعض اللي فاتت. مثال اولاني مديني طبعا البيانات كده، بيانات غير مبوبة، واللي اوجد الوسط الحساب. سيبك بقى من حتة المقياس المناسب، لا هو انا هطلب منك على طول الوسط الحساب، لان احنا ما خد فيه حاجات ما خدناهاش. وسط الحساب القانون بتاعه س شرطة بتساوي مج س على نون، جمع القيم كلها على عددها يديني قيمة الوسط الحساب. ده بقى أول ما نشوفه. مثال اتنين، دي بيانات مبوبة. ليه؟ لأنها موجودة في جدول تكراري. فئة الوزن وعدد الطلبة، قلنا عدد الطلبة هيبقى كاف، أي عدد عندك مقبوض عبارة عن كاف. عايزين نجيب الوسط الحساب، س شرطة اتفقنا هنكتب القانون مج س كاف على مج كاف. يبقى انا اول حاجه محتاجاها خانه مراكز الفئات، هزود خانه مراكز الفئات. وقلنا هنجيبها ازاي؟ بدايه الفئه زائد نهايه الفئه على 2، اول فئه 50 زائد 60 على 2، 60 زائد 70 على 2، وهكذا. يا جماعه جبت السين، هبتدي اجيب حاصل ضرب سين كاف، يعني خانه سين كاف. هنضرب سين في كاف، بعد ما اضرب سين في كاف بالنسبه للجدول كله، المجموع هيديني مج سين كاف. مج س ك طلع عندي 5970 على مج ك اللي هي 80، يطلع ايه المتوسط عندي؟ 74.6 كيلو جرام، على اساس ان انا بتكلم على الوزن. المثال اللي بعد كده برضو ده عبارة عن جدول تكراري، وبنحسب منه الوسط الحساب. س شرطة بتساوي مج س ك على مج ك، برضو بنجيب س الاول وبعد كده بحاصل ضرب س في ك وخلاص يا جماعة، وبنحسب على مجموع التكرار. المثال بعد كده، اذا كان لديك البيانات الاتيه فئات وتكرارات. سيبك بقى من حكايه ان الجدول مفتوح يا جماعه، يعني انتوا ولا كانكم ما شايفينه، ايه احكم بس على الجدول هل متساوي ولا غير متساوي. انا ما بركز، انا دايما بجيب لك جدول مغلق، يعني مش هتلاقي اقل منه في اقصى. فانت بص للجدول، 5 الى 10، 10 الى 15، 15 ل 20، يبقى الجدول متساوي. ما دام الجدول متساوي يبقى اشوف اكبر تكرار عندي اللي هو 20، بديه رمز كاف 2، القيمة اللي قبله كاف 1، اللي بعده كاف 3، ومنهم اجيب الفرق الاول والفرق التاني، نكتب قانون المنوال ونطبق القانون. وممكن اجيبه بالرسم زي ما اتفقنا. المثال اللي بعد كده، جدول غير متساوي الفئات، ابتدي اشوف اكبر تكرار معدل. احنا قلنا اتفقنا اول ما الاقي الجدول غير متساوي، ليه؟ لان من 6 ل 8، من 8 ل 12، من 12 ل 20، يبقى جدول غير متساوي. هتجيب التكرار المعدل، يعني بتجيب خانة طول الفئة والتكرار المعدل. التكرار المعدل بيجيلك ازاي؟ بتقسم التكرار على طول الفئة. شوف اكبر رقم موجود عندك في التكرارات المعدلة، دي لو رمز كاف 2، اللي قبله كاف 1، واللي بعده كاف 3، ونجيب الفرق الاول اللي هو 5 ناقص 2، والفرق الثاني 5 ناقص 3، ونطبق قانون المنوال. ندخل بقى على مقاييس التشتت. مقاييس التشتت ما بناخدهاش كلها، بناخد اهم مقياس فيها هو الانحراف المعيان. كلمة تشتت يعني ايه؟ يعني بتديني درجة ابتعاد القيم عن المتوسط، او درجة تركز القيم حول المتوسط. الانحراف المعياري يعتبر اهم مقياس من مقاييس التشتت، عشان كده احنا بناخده. الانحراف المعياري لبيانات غير مبوبة في قانونين. القانون الاول، اولا الانحراف المعياري بنديله رمز عين. لو ربطت الانحراف المعياري عين تربيع بنسميه التباين. ناخده بقى البيانات غير مبوبة في قانونين، ولازم يتعرفوا الاتنين. القانون الاول بيقول لك الانحراف المعياري عين بتساوي جذر تربيعي مج س ناقص س شرطة لكل تربيع على نون. عين الرمز بتاع الانحراف المعياري، س القيم، س شرطة الوسط الحسابي اللي هو كنا خدناه قبل كده مج س على نون، ونون عدد القيم. القانون الثاني، عين بتساوي الجذر التربيعي مج س تربيع على نون ناقص مج س على نون لكل تربيع. نشوف بقى مثال كده. مجتمع يتكون من 5 مفردات، هي
7 8 6 9 10. اوجد الانحراف المائية. الوسط الحسابي قلنا س شرطة بتساوي مج س على نون، مجموع القيم على عددها طلع عندي 8. الانحراف المعياري لو هتستخدم القانون الأول، عين بتساوي جذر التربيع مج س ناقص س شرطة لكل تربيع على نون. من الأفضل يا جماعة لو هتتلخبطوا اعمل جدول صغير كده، أول خانة فيه تاخد فيها س ناقص س شرطة، الخانة التانية تاخد فيها س ناقص س شرطة لكل تربيع، لأن هنا أنا كده لما بقول مج س ناقص س شرطة لكل تربيع يعني باخد كل قيمة ناقص الوسط الحسابي وأربعها. ممكن تعملها في جدول وممكن تعملها زي كده لو مش هتطلع. الانحراف المعياري من بيانات مبوبة، سيبك من القانون الأول ده، هو القانون ده بس اللي تاخده في اعتبارك. عين بتساوي الجذر التربيعي مج س تربيع ك على مج ك ناقص مج س ك على مج ك الكل تربيع. سيبك من القانون الأولاني اللي هو فيه ك في س ناقص س إن شاء الله. طب لو عندي تمرين زي دوت، مديني جدول فئات وتكرارات المبيعات والتكرار، وعايز يجيب منه الوسط الحسابي وعايز يجيب منه الانحراف المعيار. س شرطة قلنا بتساوي مج س ك على مج ك، س مراكز الفئات يبقى هجيب مراكز الفئات أول خانة، بعد كده هضرب س في ك، مجموع س ك على مج ك هيدي لك س شرطة. الانحراف المعياري جذر تربيعي مج س تربيع ك على مج ك ناقص مج س ك على مج ك الكل تربيع. مج س ك انت لسه جايبها، مج ك موجودة عندي، فاضل نجيب س تربيع ك، آخر خانة بتزودها على الجدول فيها س تربيع ك. س تربيع ك هجيبها ازاي؟ بنضرب خانة س في س ك، هتضرب س في س ك يديلك على طول س تربيع ك. يعني ايه؟ خانة س تربيع ك الأخرانية دي هتضرب 25 في 250، 35 في 1400، 45 في 2700 وهكذا. بعد ما تضرب خانة س في س ك هتديلك خانة س تربيع ك، بتجيب مجموعها يبقى هو مج س تربيع ك، وتعوض في القانون وتجيب الجذر التربيعي بتاعه يديك الانحراف المعين. التشتت النسبي، التشتت النسبي برضو هما قانونين لكن احنا هناخد قانون واحد بس، بيقولك معامل الاختلاف بيساوي الانحراف المعياري على الوسط الحسابي في م، عين على س شرطة في م. افرض ان هو المفروض التشتت النسبي ده بيستخدم في المقارنة ما بين حاجتين. افرض ان انت عندك توزيعين، التوزيع الاول اهو الجدول بتاعه قدامك، التوزيع التاني الجدول بتاعه قدامك، وعايز تقارن ما بينهم. بتمسك كل جدول وتجيب طبق القانون، معامل الاختلاف بيساوي عين على س شرطة في م. فلو مسكنا الجدول الاول هتجيب س شرطة بنفس الطريقة مج س ك على مج ك، وانحراف المعياري عين بتساوي جذر التربيع مج س تربيع ك على مج ك ناقص مج س ك على مج ك الكل تربيع. هتقسم عين على س شرطة بالنسبة للتوزيع الأول هيديلك 24.9%، دي بتطلع لك نسبة مئوية. بالتوزيع التاني نفس الحكاية وتطبق القانون، بتيجي في الآخر تشوف أنهي واحد فيهم أكبر من التاني، اللي أكبر من التاني بتروح كاتب تعليق صغير التوزيع الأول مثلا أكثر تشتت من التوزيع الثاني على حسب الأرقام اللي موجودة عندك. آخر موضوع، موضوع الارتباط. الارتباط بيديني العلاقة بين ظاهرتين أو أكثر. الارتباط بيديني نوع العلاقة اللي موجودة ما بين ظاهرتين. لو عندي ظاهرتين س وص، بيقول لي العلاقة بين س وص هل هي علاقة طردية ولا علاقة عكسية ولا مفيش علاقة. معامل الارتباط دايما بيتراوح بين 1 و0. لو كان معامل الارتباط بيساوي مقدار موجب يبقى العلاقة طردية، لو كان بيساوي مقدار سالب يبقى علاقة عكسية، لو طلع بيساوي 0 مفيش علاقة. أقصى قيمة لمعامل الارتباط 1، ما يزيدش عن 1. يعني انت لو بتحل تمرين وطلع عندك معامل ارتباط أكتر من 1 يبقى أنت غلطان في الأرقام وتعيد عليها تاني. أقصى قيمة لمعامل ارتباط 1، أقل قيمة ناقص 1.
في اتنين نوعين من معاملات الارتباط، معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط ايرود. معامل ارتباط بيرسون احنا عايزين قانون واحد فقط، قانون بيقول لي ر بتساوي نون مج س ص ناقص مج س في مج ص على الجذر التربيعي نون مج س تربيع ناقص مج س كل تربيع. الجذر التربيعي برضو فيه، يعني ده كله تحت الجذر، كل ده تحت الجذر، نون مج ص تربيع ناقص مج ص الكل تربيع. نون عدد القيم، وطبعا عدد قيم س بيساوي عدد قيم ص. ر الرمز بتاع معامل ارتباط، وقلنا بيتراوح بين زائد واحد وناقص واحد. إشارة معامل الارتباط لو طردية، ده الكلام ده قلناه، العلاقة عكسية، لو كانت موجبة تبقى العلاقة طردية، لو كانت سالبة علاقة عكسية، لو صفر لا توجد علاقة. قيمة معامل الارتباط لو أقل من 5 من 10 تبقى العلاقة ضعيفة، لو أكبر من 5 من 10 ممكن نقول إنها علاقة قوية أو متوسطة. يعني ممكن تقول التعليق ده وممكن تقول ما تقولهوش. مربع معامل الارتباط بنسميه معامل التحديد، وده مش عايزينه يا جماعة. يكفي قوي انك انت تعرف ازاي تحسب معامل الارتباط وايه نوع العلاقة اللي موجودة عندك. افرض ان عندي تمرين، عندي قيم لسين وعندي قيم لصال، وعايزين نجيب معامل الارتباط. اهم حاجة بتكتب القانون الاول، ر بتساوي قلنا نون مج س ص ناقص مج س في مج ص على الجذر التربيعي نون مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع، في الجذر التربيعي نون مج ص تربيع ناقص مج ص الكل تربيع. لو سمحت لو تقدر تراجع القانون من الكتاب عشان تبقى مكتوب صح. اللي تحت ده كله تحت الجذر التربيعي، نون بخمسة في مج س ص، جبنا حاصل ضرب س في ص طلع 177 ناقص مج س 40 في مج ص 20. أنا ماشية مع القانون، على الجذر التربيعي نون بخمسة في مج س تربيع، هتجيب س تربيع. س تربيع عبارة عن ايه؟ بتربع قيم س اللي موجودة عندك، كل قيمة بتضربها في نفسها، مجموعها 330، يبقى 5 في 330 ناقص مج س اللي هي 40 الكل تربيع، نون مج ص تربيع نون بخمسة ص تربيع، هتبقى تربع قيم ص، مربع قيم مجموعها 110 ناقص مج ص اللي هي 20 الكل تربيع. طلع عندي بعد ما طبقت القانون 68%، يبقى العلاقة طردية قوية. معامل ارتباط الرتب أو معامل سبيرمان. معامل ارتباط الرتب أو معامل سبيرمان ده أهم حاجة فيه إنه بيستخدم في حالة البيانات الوصفية يا جماعة. البيانات الوصفية اللي هي غير معبر عنها بالأرقام، بيتعبر عنها بالرموز، زي مثلا التقديرات يقول لك جيد ممتاز وهكذا. لو إذا درجة مستوى معيشة أقل من المتوسط، متوسط وهكذا. يعني بتبقى البيانات وصفية أكتر منها رقمية. لو البيانات رقمية يبقى لازم يقول لك أوجد معامل الارتباط. زي التمرين ده، أخذت عينة من 5 أفراد وكانت بيانات الطول والعمر لهما كالآتي، مديني الطول والعمر. طالما البيانات رقمية ما جيبش معامل ارتباط الرتب إلا لو طلبوا يقول لي احسب معامل ارتباط الرتب. لكن لو ما قاليش احسب معامل ارتباط الرتب يبقى نستخدم بيرسون اللي احنا خدناه قبل كده. هنا في التمرين بيقول لك احسب معامل ارتباط الرتب. اول حاجة بتكتب القانون، ر بتساوي 1 ناقص 6 مج ف تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1 ف، الفرق بين رتب س ورتب ص، يبقى بتجيب رتب س وبنجيب رتب ص، الفرق بينهم هما الاتنين بيديني ف رتب س ناقص رتب ص. طب الرتب بنديها ازاي يا جماعة؟ لو جينا مثلا على رتب س، ندور على أصغر قيمة في س، أصغر قيمة في س اللي هي 162 بنديها رتبة 1، القيمة اللي بعدها 168 بديها رتبة 2، اللي بعدها 170 موجودة مرتين، يبقى ما دام موجودة مرتين
يبقى واحدة فيهم كانت هتاخد 3 وواحدة فيهم كانت هتاخد 4، بجمع 3 زائد 4 على 2 يديني 3.5، 3.5 هديها ل 770 الأولى وهديها ل 170 تاني. خدت الأربعة مش هتاخدها تاني، لما خدت الأربعة مش هتاخدها تاني. بعد 170 183 تاخد رتبة 5. نيجي الرتب صاد، نشوف أقل قيمة في صاد كام. أقل قيمة في صاد 21، بديها رتبة 1. بعد 21 في 22 موجودة مرتين، واحدة فيهم 2 وواحدة فيهم 3، بنجمع 2 زائد 3 على 2 يديني 2.5، بديها لل22 الأولى وبديها 22 التانية. خدت لحد 3، يبقى بعد ال22 25 هديها رتبة 4، وبعد كده 27 بديها رتبة 5. بعد ما جبت رتب س ورتب ص بجيب خانة ف. ف بتاخد الفرق بين رتب س ناقص رتب ص، 3.5 ناقص 2.5 واحد، 1 ناقص 1 صفر، 3.5 ناقص 2.5 واحد، 5 ناقص 4 1، 2 ناقص 5 ناقص 3. جمع الموجب وجمع السالب لازم يطلع مجموع ف بصفر، ده عشان تتأكد ان انت جايب الرتب صح. بعد ما جبنا ف بنجيب ف تربيع، لان القانون بيقول لي مج ف تربيع، ف تربيع يبقى هتربع خانة ف. طلعت عندي 12، يبقى 1 ناقص 6 في مج ف تربيع ب12 على نون ب5 في نون تربيع اللي هي 25 ناقص 1، طلع عندي 4 ب12. أخذت عينة من 7 أفراد وكانت بيانات تقديراتهم كالآتي: الإحصاء مديك تقديرات أهي قدامك، والمحاسبة أوجد معامل ارتباط المناسب. أول ما يقول لي أوجد معامل ارتباط المناسب ولقيت البيانات وصفية بالمنظر ده، يبقى على طول أعرف إن أنا هجيب معامل ارتباط الرتب. معامل ارتباط الرتب تكتب القانون 1 ناقص 6 مج ف تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1. قلنا ايه؟ ف الفرق بين رتب س ورتب ص، يبقى تعالوا بقى ندي رتب لس ورتب ص، كأنك بتتعامل مع ارقام بالظبط. طيب ازاي؟ دلوقتي رتب س اقل تقدير في س ميم اللي هي مقبول، هديها رتبة 1. بعد الميم عندي الجيم موجودة مرتين، جيد، يبقى واحدة فيهم 2 واحدة فيهم 3، يبقى 2.5، 2.5 خدنا 3. بعد الجيم عندي جيم موجودة مرتين، يبقى واحدة فيهم 4 وواحدة فيهم 5، يطلع عندي 4.5، يبقى هدي دي 4.5 ودي 4.5، خدنا لحد 5. بعد الجيم جيم زين موجودة مرتين، يبقى واحدة فيهم 6 وواحدة فيهم 7، 6 زائد 7 على 2 يبقى 6.5، 6.5 دي رتب س. رتب ص نفس الحكاية، نيجي نشوف أقل تقدير في ص. أقل تقدير في ص ض ج موجودة مرتين، يبقى 1 زائد 2 على 2، 1.5، 1.5. بعد الضاد ج، بعد الضاد ج في ض هتاخد 3، لأني خدت 1 وخدت 2، يبقى ضاد هتاخد 3. بعد الضاد في عندي الميم موجودة 3 مرات، يبقى 4 زائد 5 زائد 6، 4 زائد 5 زائد 6 على 3، طلع 5 5 5، عدينا لحد 6 يبقى الجيم 7. جبنا الفرق بين رتب س ورتب ص، وقلنا برضو نتأكد ان مجموعها بيساوي 0. جبت خانة ف وتأكدت انها بتساوي 0، اجيب ف تربيع اربعة ونطبق في القانون ويطلع معامل الارتباط. يعطي الجدول التالي ترتيب 7 شركات لإنتاج الملابس الجاهزة طبقا لرأي عينتين مأخوذتين من مدينتين، هل هناك اختلاف بين المدينتين بشأن ترتيب الشركات؟ أوجد معامل الارتباط المناسب. معامل الارتباط المناسب مديني الشركة، أهو ترتيب الشركة، المدينة الأولى والمدينة التانية. طيب المدينة الأولى هتبقى س بتاعتنا والمدينة التانية هتبقى ص. مدام بيقول لك ترتيب 7 شركات، مدام ترتيب 7 شركات يبقى هو مديك الرتب على طول،
يبقى تستخدم معامل ارتباط الرتب. المدينة الأولى اللي هي رتب سين، المدينة التانية رتب صاد. يبقى يا جماعة يا إما يديني أرقام ويقول لي أوجد معامل ارتباط الرتب زي المثال الأولاني، يا إما يديني بيانات وصفية أو تقديرات زي المثال التاني ويقول لي أوجد معامل الارتباط المناسب، يا إما بالنسبة زي المثال دوت لما يقول لي جدول التالي ترتيب، مديني الترتيب على طول يبقى معامل ارتباط الرتب. والترتيب اللي هو مديهولك هو رتب س ورتب ص. مجرد هتجيب تكتب القانون وتجيب ف الفرق بين رتب س ورتب ص، وبعد كده تربع في التربيع. كده يا جماعة هو احنا نهينا المنهج. المنهج طيب شايفين يعني دي ابسط حاجة ممكن اديها لكم، ما ينفعش يقل المنهج عن كده. تركزوا فيه كويس جدا يا جماعة. احنا زي ما قلنا بالنسبة للنزعة المركزية لوسط الحساب المفروض تعرف قانون بيانات غير مبوبة وبيانات مبوبة. قلنا بيانات غير مبوبة س شرطة بتساوي مج س على ن، مجموع القيم على العدد. بيانات مبوبة يعني موجودة داخل جدول تكراري، يبقى القانون عندك س شرطة بتساوي مج س كاف على مج كاف. س هنا عبارة عن مراكز الفئات، قلنا بداية الفئة زائد نهاية الفئة على 2، بتجيب الأول خانة مراكز الفئات وبعد كده تضرب س في كاف ومجموعها تحطه على مج كاف وتطبق القانون. الوسيط قلنا ليه الخطوات بتاعته، أول خطوة بعمل الجدول المتجمع الصاعد وعرفنا بنعمله ازاي، عبارة عن جدول مكون من خانتين اقل من حدود الفئات، التكرار المتجمع الصاعد اقل من حدود الفئات، بتاخد في الارقام الموجودة في خانة الفئات كلها زي ما هي، تكتب بس قبلها كلمة اقل من. تكرار متجمع الصاعد ابتدي بالصفر وبعد كده بتاخد الصفر وجمع الرقم اللي قدام الفئة الاولى وهكذا لحد ما توصل لمجموع التكرارات، وشيك على الجدول بتاعك اعرف ان اول رقم بيساوي صفر واخر تكرار بيساوي المجموع. نمرة 2 بتجيب مجموع التكرارات بتقسمها على 2، ده بيديك رتبة الوسيط او ترتيب الوسيط، بتاخده وتديه رمز كاف 2. ارجع للتكرار المتجمع الصاعد الخانة بتاعته شوفه موجود ولا مش موجود، موجود يبقى بجيب الوسيط من الجدول، مش موجود حدد مكانه واللي قبله كاف 1 واللي بعده كاف 3 وطبق قانون الوسيط، اكتبه وطبقه اللي هو الوسيط بيساوي ف زائد كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 3 ناقص كاف 1 في ط. المقياس التالت قلنا المنوال، اتأكد الأول الجدول متساوي أو غير متساوي. متساوي يبقى كاف 2 أكبر تكرار موجود في الجدول، اللي قبله كاف 1 واللي بعده كاف 3. لو غير متساوي يبقى كاف 2 أكبر تكرار معدل، يعني هتزود خانتين على الجدول تجيب طول الفئة والتكرار المعدل ماشي. وبعد كده ما تحدد كاف 2 وكاف 1 وكاف 3 هات الفرق الاول والفرق الثاني وطبق قانون المنوال، وممكن اجيبه بالرسم. دول الثلاث مقاييس مش هنقدر نقلل منهم. وزي ما انتم شايفين التشتت احنا ما خدناش الا انحراف المعياري، لازم تعرف القانون بتاع البيانات الغير مبوبة ولازم تعرف القانون بتاع البيانات المبوبة. نيجي في الارتباط، ما خدناش الا قانونين، هو معامل ارتباط بيرسون. احنا خدنا قانون واحد ازاي اجيب بيه معامل ارتباط بيرسون، اللي هو قلنا ر بتساوي نون مج س ص ناقص مج س في مج ص. الجذر التربيعي نون مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع، في الجذر التربيعي نون مج ص تربيع ناقص مج ص الكل تربيع. امشي مع القانون خطوة خطوة، شوف نون عندك بكام، مج س ص اضرب س في ص وهكذا، طبق القانون وشوف معامل ارتباط موجب ولا ثاني. الرتب هبتدي الأول أدي رتب لس ورتب ص، قلنا بنعمل ازاي الرتب، أصغر قيمة عندي أديها رتبة 1، القيمة الأكبر 2، الأكبر 3 وهكذا. لو في قيمة متكررة يبقى بتاخد رقمين ورا بعضهم وتجيب المتوسط بتاعهم، يا اما يجيلك بيانات رقميه وهو يطلب معامل ارتباط الرتب، يا اما تجيلي بيانات وصفيه، يا اما يقولك الترتيب على طول بيديك رتب س ورتب ص. كل حاجه خدناها بتيجي في الامتحان، مش هنقلل المنهج اكتر من كده. رجاء يا جماعه خلي بالكم من كل حاجه، ماده سهله وان شاء الله بالتوفيق.